يعمل فوز البوري بجهد كبير خلال ساعات النهار في عمل الحدادة التي تعتمد بشكل كلي على التيار الكهربائي، حيث كان لانقطاعها أثر على عمله وتأخير تسليم حجوزات زبائنه، لكنه لجأ إلى توفير مولد للكهرباء يجعل عمله يسير بشكله المطلوب رغم غلاء الديزل. اضطرت نحن الكهرباء في شغلنا وفي 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 ساعة إنجاز عملنا، يعني نأخذ ساعات طويلة لكي نسهن الكهرباء لما تجي ونيات تعطيك إلا 4 ساعات وتنطفي. يعني هذه الفترة الوجيزة ما نقدر نلقي شيء فيها، نستير ماطور، والماطور تعرف أنت حال البلاد والديزل وتعب الديزل وكل شيء، ما عاد لقينا شيء، كله اللي نشتغلها تروح في الديزل، والخلق طار نحن في الشغل وتقول ها بغانا أشغالنا عملنا، قد احنا لقيناك كيف أعمارنا؟ كله طفي ما انتهى نحن في الطفي هذا. مشكلة الكهرباء في وادي حضرموت لا تزال مؤرقة للسكان، والفاعل مجهول أو مستتر. لسان حال عامة الشعب في ظل انقطاع التيار الكهربائي في وادي حضرموت المتزايد، فلا أعمال استمرت ولا صاحب قطاع خاص استثمر، وضع أرق الكثير من رجال الأعمال والمستثمرين وبكل تأكيد حتى المواطنين. لكن السلطة المحلية بوادي حضرموت تؤكد أن ملف الكهرباء يعاني من مشاكل جمة، ومنها زيادة حاجة الطلب وإدخال تقنيات البطاريات بداخل المنازل. في كل عام تزيد حاجة الطلب على الكهرباء بمقدار 20 ميجا واط من 3 أعوام، لوحظ هذا الموضوع، والتفسيرات أنه ناتج من الربط للخدمات والزراعة بشكل عام، وأيضا لإدخال بعض التقنيات في البيوت العام، هي البطاريات الشحن اللي هي تحل محل الكهرباء في حالة الانقطاع. طبعا هذا حمل كبير جدا اتضح في القراءات اليومية للطاقة المطلوبة. مواجهة هذا الواقع لابد من رفع قدرة التوليد للكهرباء في قريو وفي خرير، وهي المصادر التي تتقدم منها الطاقة الكهرباء في وادي حضرموت. لا تكاد تقف تحت أشعة الشمس لدقائق في سيئون هذه الأيام، حتى تكتوي بلهيب الحرارة عندما تتجاوز 40 درجة مئوية، فتتجه إلى برودة المكيف. لكن ما الحل إذا لم تكن هنالك كهرباء؟ تساؤلات جمة يطرحها المواطنون حول خضوع التيار الكهربائي في حال تحسنه أو تدهوره إلى ظروف السياسة المعقدة بعيدا عن المناخ الحار أو البارد.